السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. بلا شك تسألوا واش الاختبار الشفوي مهم بزاف في النقطة النهائية ديال مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نقرب منكم الصورة ديال الاختبار الشفوي، كيفاش كدوز وكيفاش كنحسبوا واحد المترشح ناجح أو واحد المترشح راسب في الامتحان الشفوي، وشنو العلاقة ديال الامتحان الشفوي بالاختبار الكتابي لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات. قوم معايا دائما في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا الاختبار الشفوي لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات إما كتكون فيه ناجح ولا راسب. النجاح والرسوب دائما في الاختبار الشفوي. ما معنى النجاح في الاختبار الشفوي؟ هو أنك تنجح بتفوق ولا أنك تنجح بنقطة مستحسنة. بتفوق، ما معنى بتفوق؟ بتفوق أن المترشح في الاختبار الشفوي بان للجنة بأنه متمكن جدا من المعارف، مطلع كذلك على الحقل التربوي، له كاريزما أستاذ، له كل المؤهلات لكي يصبح أستاذا ناجحا. إذن يعني أن هذا المترشح ناجح بناء على ماذا؟ بناء على المستوى المتمكن الذي أظهره المترشح أثناء الاختبار الشفوي. إذن هو بين للجنة من خلال الأسئلة اللي طرحته من اللجنة، من خلال الأجوبة دياله، بين لها بأنه متفوق جدا من كل ما هو بيداغوجي ومن ما هو معرفي من حيث الدروس. هذه بالنسبة للنجاح بتفوق. يعني هذا المترشح يمكننا نعتبره ناجح فقط انطلاقا من الاختبار الشفوي. حتى ذاك اللجنة ممكن تعمر واحد التقرير كتقول فيه بأن هذا المترشح متمكن. فنجيو للنقطة الثانية، هي نقطة مستحسنة. انتم كتعرفوا بأن شبكة التنقيط كتكون 60/60، إذا نقطة مستحسنة ممكن يكون جاب 40/60، 35/60، ما بين 40 و45، هذا مستحسن. داكوغ. إذا في هذه الحالة شنو؟ في هذه الحالة النجاح النهائي في المباراة يستدعي ماذا؟ يستدعي العودة إلى نقطة الاختبار الكتابي لإقرار نجاح المترشح من عدمه. في هذه الحالة هذه ممكنش للجنة أنها تقول هذا المترشح هذا ناجح 100%. لماذا؟ لأن نقطته فقط مستحسنة. يعني كرجعوا للنقطة ديال الكتابي باش نقولوا هذا المترشح ناجح ولا لا. إذا هضرنا على النجاح في الاختبار الشفوي وفين كيوصل بنا، دابا نهضروا على الرسوب في الاختبار الشفوي. معنى الرسوب في الاختبار الشفوي هو أنه المترشح يجيب أصغر من 30/60، يعني يجيب قل من 30/60، مثلا يجيب 20/60 ولا 15/60، 25/60 أو الضعف البين. أنا أشرح لكم كيفاش الضعف البين. إذا دابا نبدأ أولا بنقطة أصغر من 30/60. واحد المترشح جاب نقطة أصغر من 30/60، واش يمكننا نقولوا هذا السيد هذا راسب في هذه المباراة؟ باش نحسمو في النجاح ديال هذا المترشح من عدمه، خصنا نرجعو الى نقطة الاختبار الكتابي لإقرار نجاح المترشح من عدمه. مفهوم؟ اذا واخا المترشح يجيب واحد النقطة اقل من 30/60، ممكن ينجح في المباراة بناء على النقطة ديالو اللي جابها في الاختبار الكتابي لهذا المباراة. نجيو للضعف البين. الضعف البين ما معناه؟ معناه انه المترشح دخل اللجنة، جميع الاسئلة ما كيجاوبش عليهم، جميع الاسئلة كيواجههم بانه ما عارفش ولا كيبدا غير كيخربق، غير متمكن من المعارف الاساسية، ليس له اطلاع على ما هو بيداغوجي تربوي، هناك ضعف في الشخصية. اذا هذا ما يسمى بالضعف البين. اذا في هذه الحاله شنو كيكون المصير ديال هذا المترشح؟ الاقصاء النهائي بدون الحاجه الى العوده الى نتائج او نتيجه الاختبار الكتابي. في هذه الحاله هذه ممكن داك اللجنه اللي دوزتي عندها تقصيك بناء فقط على الاختبار الشفوي بدون العوده الى الاختبار الكتابي. وباش ممكن تقصيك؟ اما عن طريق تقرير او لا عن طريق انك تعطيك واحد النقطه موجبه للرسوب في الامتحان الشفوي، وداكشي اللي غادي يأثر عليك في الاختبار كامل وفي النقطة النهائية. إذا تكلمنا على النجاح في الاختبار الشفوي وفين كيوصلنا، وتكلمنا على الرسوب في الاختبار الشفوي وفين كيوصلنا. داكوغ. دونك هاد الشبكة كتوضح لي كيفاش كتتم العملية ديال ربط الاختبار الشفوي بالاختبارات الكتابية. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، وفقكم الله وسدد خطاكم. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.